بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اينما كنتم اسعد الله اوقاتكم بالخير والعوافي. سعيدين جدا انه نحن نلاقيكم في حلقه جديده وفي يوم مبارك ويوم سعيد وجميل. هي جمعه طيبه وجمعه مباركه، ومعروف انه يوم الوقوف بعرفه يوم مبارك، فربنا يتقبل منا دائما صالح الاعمال ويتقبل الصيام من جميع الصائمين اليوم. ومعروف انه يوم عرفه أو يوم الوقوف بعرفة يعني يوم تغفر فيه ذنوب سنتين، يعني سنة ماضية وسنة قادمة. ربنا يصلح الحال إن شاء الله يا رب، وكل سنة وإنتوا طيبين. مقدما يا محمد، كل سنة وإنتوا طيبة نجوى، وكل سنة وكل المشاهدين عبر شاشة قناة البلد بخير وبصحة وعافية، وربنا يتقبل صيام الصائمين في هذا اليوم. كثير من الناس الحاجة دي غايبة منهم، والعفو والعافية ما بتتقال إلا صباح العيد. دي نقص فعلا، العفو والعافية ما بتتقال عندنا إلا صباح العيد. لكن لو علموا فضيلة يوم عرفة فهو يوم الفرح الأكبر وهو يوم الحج. لكن طبعا الناس الغايبة عليهم زي ما قلت رفع شنو الأعمال، أنه هذا الصفح والعفو من صفات العبد المؤمن. والله جل شأنه يعني لما سيدنا أبو بكر يعني آلى أن لا ينفق على مصلح الذي قال في عرضه، الله جل شأنه قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أحب ذلك، فكفر عن يمينه وأنفق على هذا الرجل الذي قال في عرضه. فتحينا أن الإنسان متى ما صفح، هو طبعا متى ما صفح عن خصيمه خلاص الله جل شأنه الأعمال القديمة كلها ترفع ما في إشكال، لكن ما تفوتك فضيلة يوم مثل هذا اليوم يوم عرفة. فالصور التي رأيناها صور والله تدمع العين، وهناك يعني أرواح يعني هي موجودة هنا ولكن سافرت الى تلك الرحاب الطاهره. صحيح. آي. نعم. طيب يعني الله. يوافق الوقوف بعرفه هذه السنه الحميده والجميله يوم الجمعه، ويوم الجمعه ايضا يعني يوم له فضائل عظيمه، يعني وبالتالي يعني الكرم كرمين والفضل فضلين والرحمه يعني بلا حدود. نعم. ونحن نصادف يوم الجمعه يوم الوقوف بعرفه. فعلا يوم عرفه لحد ذاته يوم جميل. نعم. ولكن زي ما قلت كونه يصادف الجمعة خلاص تمت الخياطة بالحرير زي ما قلت. نعم. إن الخياطة بالحرير خلاص. إذا يوم عرفة في حد ذاته فضيل، لكن لما يقترن بالجمعة بيكون أفضل. وهذه تذكرنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في سرد سريع، هذا البيت منذ أن بناه الله جل شأنه وأخبرنا ببناء سيدنا إبراهيم لهذا البيت، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شارك في بنائه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شارك في بناء الكعبة وعمره 35 عاما، يعني قبل البعثة بخمس سنوات، فشارك مع قريش هذا البناء. وحينما هاجر من مكة إلى المدينة فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة، سنة 8. السنة التاسعة حج سيدنا علي وأبلغه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يحج البيت بعد هذا العام مشرك، لأنهم كانوا بيحجوا حج عام هردبيس مسلم ومشرك، وحتى يطوف بالبيت عراة. فأنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا علي بسورة براءة، ولذا سميت هذه السورة سورة البراءة، أي المقاطعة والمفاصلة بين الله والمشركين، ولذا نزلت بغير بسملة. لما تنزل البسملة طبعا رحمة، لكن إنسان لما يكون خلاص داري خاصمك الله يكرمك ويجعل بينك وبينه يعني ما يكون في فضيلة، يكون في أكل لا في شراب، حرامي لو داري سرق منك ما بأكل منك. صحيح. فالله جل شأنه خلاص داري عمل مفاصلة بين المشركين ديل، أنزل سورة براءة اللي هي التوبة بلا بسملة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. صح كانت بين قريش وبين المشركين معاهدات، لكن الله جل شأنه قال فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، لكن بعد هذا العام لا يحج البيت يعني مشرك. فنزل سورة براءة في سنة 9 اللي هي حجة فيها سيدنا علي، وكانت تمهيد لحجة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي الحجة الأولى والأخيرة، لذا سميت بحجة الوداع في السنة العاشرة. حجة بمئة ألف من الصحابة، وأنزل الله هذه الآية في مثل هذا اليوم، وكان يصادف عرفة أيضا جمعة، حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصادف جمعة. نعم. ويوم عرفة كان في هذا المحفل أنزل الله هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم بتمام الحج، أتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي،
تمام النعمة أن المسلمين حجوا حجا إسلاميا خالصا، ما معاهم مشرك ولا مشركة، ولم يقف بالبيت عريان منذ حجة سيدنا علي في السنة التاسعة. ولذا كان تمام الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولذا كان تمام الدين بتمام الحج. الحج هو الركن الإسلامي الأخير، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. حج البيت الركن الأخير. فكمال الدين وتمامه بتمام الحج. فيوم الجمعة كان في يوم عرفة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ محمد، ساعات قليلة جدا فاصل ما بين يوم الوقوف بعرفة وصباح العيد اللي هو عيد الأضحى المبارك. نعم. فياريت لو نتكلم عن أفضال العيد. نمر من عرفة ده طوال نخش العيد. أولا العيد، نحن العيد تمهيد له نقول يوم عرفة. يوم عرفة طبعا يتجلى الله فيه على أهل الموقف، فيغفر لأهل الموقف ولمن يستغفر له أهل الموقف. فدي مثل الديني يعني طرفة حصلت بين ابن عيينة، سفيان بن عيينة وابن المبارك، وهما من السلف الصالح. فقال ابن عيينة، جاء إلى سفيان ابن عيينة، جاء إلى ابن المبارك فوجده جاسيا على ركبتيه يوم الموقف في عرفة، فقال له: من أسوأ أهل هذا الموقف حالا؟ أكعب زول في الناس ذل يا ابن المبارك منه؟ فقال: الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. الذي يظن أن الله لا يغفر لهم، كل هذا الجمع الله جل شأنه يغفر. فقالوا يعني غفران الله لأهل الموقف ولمن استغفر له أهل الموقف. نحن طبعا اليوم يوم الحج الأعظم والأكبر وتمام النعمة، لكن خلاص بمجرد ما غفر الله لنا نحن في الأمصار يعني بكرة يوم فرحتنا، نحن الليلة يوم فرحة الحجاج الأكبر وهم يلبون، ونحن يعني أول ما تشرق الشمس يكون يوم العيد اليوم العاشر، وهو ختام الليالي العشر التي أقسم الله بها في كتابه، حيث قال: والفجر وليال عشر. فاليوم التاسع تمهيد لليوم العاشر. فنحن يوم العيد غدا إن شاء الله وصيتنا أولا أن نستقبله بالبشر والسرور، ونستقبله بصفاء الضمير، كما قال الشاعر: ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. فالبخاف يوم الوعيد أولا بيصفح وبغفر، ويعني لم تكن له على أخيه ضقينة. فنحن أولا نوصي المشاهدين أن الواحد ينظف قلبه من كل شيء، من كل غل، لأن القلب هذا هو محل نظر الله. الله جل شأنه لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا. فنحن أول ما تفرق الشمس بكرة الزول يتذكر الناس حتى الغايبين وحتى الناس السلف، وزي ما يقولوا المشي الآخر وعنده عليهم يعني حاجة، يعفو عنهم ويترحم عليهم. فدي وصيتنا ليوم العيد بكرة. طبعا أكيد الناس بتكون مشغولة زي ما بقولوا بعد الصلاة طوال الذبح وخلاص. نعم. يعني لكن أهم حاجة نحن يا أخواننا النسك هذه، الله لن ينال لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى، إذن ينال العمل الطيب. فنحن قبل أن نريق الدماء ونذبح زي ما بقولوا كذلك نذبح الضغائن في قلوبنا، نريق زي ما بقولوا الدماء التي يعني دماء الحقد والبغضاء التي في قلوبنا نريقها جانبا. نعم. ثم نتقرب إلى الله بدماء ضاحينا. طيب فضل الأضحية والأشياء التي يجب مراعاتها في الذبح. يا سلام، جميل. الأضحية أولا بنوصي أن الأضحية لا بد أن تكون بعد ذبح الإمام أو إذن الإمام، يعني بعد ما أصلي مع الإمام وخلاص الإمام يقوم على الخطبة، تنتظر الخطبة، في نهاية الخطبة الإمام يقول خلاص إما يذبح ندبا، لو ذبح قدامكم زي ما بقولوا أضحيته خيرا بعدين تمشي تذبح، ده اليوم الأول طبعا. أما وخلاص ما دار يضحي أو يضحي اليوم الثاني أو يضحي مع أهله، بيقول لكم خلاص مأذونا لكم اذبحوا تقبل الله منكم، بعد ده خلاص الناس تمشي هنا تذبح. وهناك آداب تتبع في ذبح هذه النسك أو الأضحية. أولا الذي يريد أن يضحي لم يطعم شيئا من الصباح، يعني يأكل على كبد أضحيته، يفطر على كبد أضحيته إن استطاع طبعا. دي مندوبات، لما نقول مندوب يا أخواننا يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. فبعد ذاك ها الجزار، انت لو ذبحت بيدك يكون افضل، ما بتجيد الذبح وكل من ينوب عنك حتى وان كانت امرأة. فالأضحية اولا يعني واجب على كل مستطيع، ما شرط البلوغ. طبعا في ناس بيقول لك لا صغير، حتى لو صغير ومالك عنده ثمن الأضحية يضحي. وهذا الذابح
الجزار ما يسوق بالجر والضرب ولا يحد الشفرة السكين في وشها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل الرفق حتى بهذه البهيمة، قال ما يروعها ما يطلع شنو السكين في قدامه، فتذبح بعد أن يستقبل بها القبلة ويقول بسم الله هذه عن فلان ويذبح، وبعد ذلك الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض. ووصيتنا الثانية اليوم الثاني والثالث، احنا كمالكية من ضحي اليوم الثالث. أهم شيء عندنا حل النافلة، يعني الشمس تطلع، لكن لو خلاص زي ما يقول بعد صلاة الصبح ولا قبل الشمس تطلع، لو ذبحت أشياء اليوم الثاني ولا الثالث هذه شاة لحم لا تقبل منك كنسك. لكن أما حل النافلة يعني خلاص شوف لنا الشمس تطلع الساعة كم، يعني بعد نص ساعة ساعة إلا ربع طوال شنو اذبح. وكذلك بعد الزوال يعني خلاص بعد الشمس تزول يعني ما بتقبل منك كأضحية. هذه الآداب وهذه الأوقات التي يجوز فيها الذبح. طيب نسأل الله القبول. توزيع لحم الأضحية نفسه، يعني البعض بيرى أنه الأضحية المفروض كلها توزع للفقراء والمساكين، والشخص يأكل أو أهل بيته شيء بسيط جدا، أو جزء يوزع للجيران، أو تأخذ الشيء الكثير وتوزع شيء بسيط للجيران. لا للثلث توزع نعم الثلث. كيف التوزيع؟ التوزيع يوزع ثلث وتأكل ثلث وممكن تتصدق. نعم. فكما قال السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الشاة وتبرعت شنو بزراعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقيت كلها إلا زراعها، يعني كلها مشت إلا الزراعة ده المسكتف ده هو اللي فضل. فالشاهد أنه متى نحن بس التكبيس اللحم يقوانا في الثلاجات، وخاصة اليوم مع الكهرباء القطع مشكلة مش أي. فالأفضل أنه هذه النسك أن توزع أي توزع، متى ما وزعت حتى ولو ما فضلت أي حاجة بيكون أحب. وتأكل وطبعا أيام أكل وشرب ولهو مباح. نعم. مضبوط طبعا. صحيح. نعم. شيخ محمد برضو في كثير من التساؤلات انه الثلث اللي بيتقسم ده هل يجوز انه يتقسم ني ولا لازم يكون مطبوخ؟ ني. سؤال ممتاز. يجوز يكون ني. تديه له احمار مربط كده في الكيس. لانه هو الافضل، بعد ذلك هو داري يعمل وداري زي ما بيقولوا داري يسوي يسوي، يعملوا شيء الجمر، يعملوا سليقه، يعملوا شر ما بيهمنا. نعم. لكن لو كانت في ماي او عقيق او اي حاجه ممكن تديها له ماضيه، لكن المستحب أن توزع ني. نعم. وماذا عن الشربوت فضل الشيخ؟ أنا أتوقف. الشربوت والله الشربوت يا أخواننا نحن بنقول هذا الشربوت في بدايته يعني زي كلمة حق أريد بها باطل، الناس ما بتحرفه، هو ما أصل بلح أو نبيذ في ذاك الزمان كان يسمى نبيذ من غير أي إضافة. والآن الحمد لله يعني في الشامبيون وفي يعني التفنب وفي حاجات كثيرة بيتنوب عنه مش؟ نعم. هاي لكن الزريعة نحن يا أخواننا إذا كان الشربوت ده فضيلة أو بيهضم ويؤدي إلى الهضم، الفضيلة دائما قالوا واقع بين رزيلتين، خليك معي الفضيلة تقع نعم. بين رزيلتين. نعم. لو أفرطت فيها زيت شديد بتخش المدى تاع الرزيلة دي، ولو قصرت بتخش المدى تاع الرزيلة دي. فهنا أنا أوصي تماما الابتعاد والتوقف. اشرب لك اي حاجه خلاف الشربوت، لانه لو العقل ده نعمه لو غاب عنا باي اضافه وتخمير وزياده هنا الامر خلاص بيكون شنو خشيت الرذيله والامر بقى ليس مستحبا. وفي ناس بتفاخروا يا مولانا يقول لك بقللوا لنا اربع يوم وما عادش حاجه زي دي. والله يعني زي ما بيقولوا هذه المفاخره ليست في محلها، هذه وعمل الخير ما بتفاخروا به يا شيخنا. أربع يوم لا حول ولا قوة إلا بالله، ده الأول ما يشرب ما خلص معناه بيكون غايب كل الغياب. ما صحيح يا أخواننا، ما صحيح تماما. الهضم ده هي أصلا هي طبعا الأكل يا أخواننا مش أكله بس، أكله عبادة، يعني بس في خلاف في هذه الثلاث أيام. السيدة عائشة قالت أول بدعة، شوف عليك الكلمة اللطيفة دي، حصلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي الشبع. قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في شبع، الصحابة ما شبعوا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز الشعير. فقال يعني السيدة عائشة قال أول بدعة حصلت بعد انتقال النبي هي الشبع. فنحن يا أخواننا إذا كان الشبع أصلا بدعة في حد ذاته، ولكن هذه الأيام أيام أكل وشرب، النبي صلى الله عليه وسلم بعث من ينادي في المدينة أو سكك المدينة إنها أيام أكل وشرب وذكر لله، يعني أكل تأكل وتشرب وصحة، لكن لا تعصي الله بنعمه. البلح نعمة، لكن إن عصيت به الله وإن حرفت هذه أنت مسؤول عنها، مسؤول عنها تماما. لكن بعلمنه لأربعة يوم بعلمنه لخمسة يوم هذه مشكلة. والله ليس في هاي مشكلتين. صحيح صحيح. جميل. الشيخ محمد برضو تناقضات كثيرة وتساؤلات كثيرة في إنه
البيت الكبير او الاسره اللي بتكون يعني الاولاد كلهم في بيت واحد او الاخوان الاشقاء وكذا، انه ممكن يضحوا بخروف واحد؟ يضحوا بخروف واحد؟ لا ما صحيح، كلهم مستطيعين. اذا بقوا كلهم مستطيعين عندنا المستطيع تجب عليه الاضحيه صغيرا كان او كبيرا. لكن لو الناس زي ما يقولوا اقتصاديين ومتفقين ممكن يشتروا لهم جزره كبيره تنوب عن سبعه يعني ناقه ويذبحوها وكلهم شنو شركاء في الاجر، الاجر بيكون شنو لهم على التساوي. لكن لما يمشوا البيت ما عندنا مشكله، يمشوا باربعه خرفان سته ما عندنا مشكله، اي مستطيع يذبح يتصدقوا ويدوا زي ما يقولوا الفقراء والمساكين. لكن كونه يكون في البيت الواحد البيت الكبير ما عندنا مشكله، يمشي البيت الكبير يا استاذه. لكن اي زول مستطيع يمشي بالاضحيه بتاعته. نعم ايوه يعمل الاضحيه بتاعته. نعم طيب يعني في فهم عند الناس انه الاضحيه فقط بالخروف يعني. نعم. او ناقه او تور او كذا، في البعض بيرى ان هي ما يعني ممكن تكون دي ضبيحه عاديه وليس اضحيه. لا ما ضبيحه عاديه يجوز. نعم. نعم الخراف او الضأن نعم هو الافضل. وقالوا دائما الهدايا او الهدي دائما بيكون بشنو؟ بالبقر والابل. يعني الناس بكره طبعا في ميناء بيذبحوا البقر والابل. لكن عندنا نحن هنا ايضا يجوز تجوز فيها الاضحيه، لانه قالوا الاضحيه عبرتها بطيب اللحم. طبعا لحم الخروف ولحم اخف زي ما يقولوا اطيب من شنو؟ من لحم الابل ومن لحم البقر. العبره في الاضحيه قالوا بطيب اللحم. وفي الهدايا اي في نسك الحج بكثره اللحم. هناك دارين كثرة وهنا دارين طيب. فنزيل الإشكال أن الأضحية تجد كذلك يا أخواننا بالأفضل بالخراف يعني أفضليتها. الفحول من الضأن ثم إناث الضأن ثم ذكور الغنم ثم إناثها، وبعد ذلك بتجي شنو؟ الإبل ثم البقر. أيضا الأضحية بالإبل تجوز بالبقر تجوز، لكن الأفضل فيها الضأن، أن تضحي بالضأن. قلنا العبرة في الأضحية بطيب اللحم، وفي الهدايا بكثرة اللحم. نعم في أي توضيح هنا. شيخ محمد برضو حاجة مهمة شديد، ممكن زول يضحي لزول؟ أو مثلا يعني لو في شخص ميت ممكن تجيب يعني خروف وتضحي له وبتعتبر ضحية، ولا ممكن نقول عليها صدقة؟ والله الميت ده ما خلاص ميت لك أنت تصدق عنه. نعم. لكن متى ما أنت اسمه هنا عندك زول ميت منتقل لا تضحي عنه، دي ما خلاص سقرت عنه هو في حد ذاته. النبي صلى الله عليه وسلم لعله اجاز الحج فقط. لكن هذه النسك يعني المعتاده في كل سنه تاتي مره، هذه ليس الميت ما خلاص خرجت من ذمته، لكن ممكن تصدق عنه. في الاضحيه تضحي فقط بنفسك انت. او غايب ممكن، لكن ميت لانه هذا رفع عنه التكليف. رفع عنه التكليف، هذا لا تجوز له هذه الاضحيه، لكن يصدق عنه. اذبح له ادعى الفقراء المساكين ادعى الناس يقروا القران ما في مشكله. يعني برضه ممكن تضحي عن ذو الغائب برضه. تضحي عن ذو الغائب ممكن اي. نعم. طيب الضباح البعض بيقول انه بس ياخذ اجرته قروش، البعض اخر انه ممكن ياخذ الجلد لا يعطى من اللحم، يعني الضباح كيف شرعا التعامل معه فيما يختص بالاضحيه؟ يعطى ما في اشكال. اديه زي ما بيقولوا اديه اجرته. طلع زي ما بيقولوا اديته الراس اديته الجلد، هو طبعا الجلد ده الناس بيتخلصوا منه لكن الحمد لله في منظمات. نعم. يعني هو الجلد وخلنا نوصي والله جد يعني قاعده تعمل لنا اذى كبير خالص البيئه. صحيح. اي فالحمد لله شايف في بعض الناس يعني بدوا شنو يعملوا لها حملات. المهم انت الضباح ده اديه ما في اشكال، اليوم ما هو يوم زي ما بيقولوا مفتوح ما في غضاضه في دفع اجرته ودفع لحم له ما في اي غضاضه. يعني عادي ممكن ياخذ من اللحم بتاعته. ياخذ من اللحم عادي. نعم. اديها مي ونجيض اديه ما في اشكال، لكن هو ذاته ما بينتظر ترك يا اخوي ترى ماشي ترى حصل سريع ماشي طوالي ماشي حصل هاي. نعم. جميل. الشيخ محمد ذاته الحاجه بدات مختلفه، يعني زمان الضحيه دي معروف انه خلاص معروفه حاجه شرعيه والدين يعني، لكن حاليا في الفتره المؤخره بقت عباره عن تباهي، انه ست البيت بتطلب انه لازم الخروف ده يكون كبير، يعني في ضغوطات ذات في البيت. اهلا ست البيت يا اخي. والله فعلا، والكلام ده يا استاذه مش من عهدنا نحن اليوم القريب ده، من عهد عطاء ابن يسار. عهد عطاء ابن يسار من التابعين قال يعني كانت الاضحيه في زمن الصحابه، قال فانحدرت او صارت في زماننا هذا الى المباهات والافتخار، وهو تابعي. فاليوم يعني فعلا يا اخواننا نحن والله نقول للغني سالم ولا الغني غانم ولا الفقير سالم. هسه نحن اشياء اللي بتحصل في الاضحيه دي يعني ليس من ادابها،
يعني أن التنبيه تحمل عليك انك لازم تجيب الخروف وتشغ عليك. نحن عندنا كمالكيه ثمن الاضحيه هذا ما لم يتوفر عندك الى العام القادم وما تكون محتاج له لا تسمى مستطيعا. ما تسمى مستطيع اصلا. يعني ليله خروف مثلا كم اشتريت لها خروف ب 120، ال 120 دي 1000 خطيتها زايده في خزانتك ما تحتاج لها سائر السنه دي، لكن احنا بعد بكره بتحتاج لها. صحيح. هنا شرط الاستطاعه انتفى. نعم. لكن نقول زي ما بيقولوا يعني الله جل شانه يعفو في تجاوزات كثيره جدا جدا والله. والمساكين برضو من طمنهم يا اخواننا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اغرنين كما في الحديث، فذبح الاول وقال بسم الله هذا عن محمد وال بيت محمد، وذبح الثاني وقال هذا عن مساكين امه محمد. يعني كل مسكين لم يستطع الاضحيه فقد ضحى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فانعم به صلى الله عليه وسلم من نبي رؤوف رحيم. نعم نعم. يعني بكل تاكيد ساعات مباركه الان يعني، والجميع يريد ان يدعي بكل ما يتمنى بالرحمه بالمغفره بالكثير من الامنيات. نعم. ولكن يعني في البعض اذا رجعك مره ثانيه ليوم عرفه للدعاء والاستخفاف الدعاء، ناس كثيره تقول لك والله انا بدي ادعي لكن ما اعرف اطلع صيغه معينه او اقول بشكل معين، يعني هل في نصيحه معينه ممكن تديها شيخ محمد لهؤلاء الاشخاص؟ والله نحن ما قلنا في البدايه الصيغ المعينه دي هي اي ابتهال الى الله جل شانه، لكن انت ما قادر ما تحرم نفسك من اليوم، ادعو باي شيء. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، يعني عندك ميت ترحم عليه، وعندك قائد تدعو ان ربنا يرده، ما في صيغه معينه. الليل زي ما اقول خشم الريكه فاتح، ها الريكه دي اي حاجه بتاخذها فيها لما تكون فاتحه. ها اي فالشاهد انه الناس ما تتحجر في شنو الا دعاء معين او صيغه معينه. الله جل شانه يعني اختلاف الالسن والقلوب يعرفه، يعني في صيغه زول ما قدر يعرف عديل عارف الصيغه او كتبوا له دعاء، زي ما انا شايف في الحج يعني في ناس كاتبين الصيغه بتاعت ادعيه معينه. لا ما تحجر الواسع، الله جل شانه يتقبل منك، عارف يترجم لغاتك وعارف قلبك وعارف قصدك. فالشاهد انه الانسان يا اخواننا ما يتوقف الا على صيغه معينه، لكن اذا تيسر له الدعاء باي صيغه وباي طلب، الدعاء ما شحد من الله، داير 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 مش كده، خلاص اطلب من الله، فالله جل شانه هو القادر الذي يوصل معانيك تصله ويوصل اليك مرادك. نعم نعم. محمد رجع لك ليوم الوقوف بعرفه، لكن انا خليني لسه اقف معك في نقطه العيد. وربنا يعني وصى بالجار، دائما بيقولوا الجار يعني له حقوق والجار نعم. قبل الدار. نعم. ففي ناس كثير جدا يعني ما بتكون عارفه تتعامل كيف عند الضحيه مع الجيران، فبتتساءل انه الطريقه تبقى كيف، انه مثلا انت تودي ولا تعزم يجي يفطر معك، فالطريقه او طريقه التعامل المفروض تكون كيف؟ والله التعامل طبعا بين المسلم والمسلم، يعني الجار ده ما مسلم، يعني قالوا في جار له حقان، حق الاسلام وحق الجوار، وفي جار قريبك له ثلاث حقوق، حق الاسلام وحق الجوار وحق القرابه. فجارك ده ليه لو بيجي من الشرق وانت من الغرب لابد ان تتعامل معه، لانه زي ما بيقولوا هو ده اللي بيسمع انتك وبيسمع زي ما بيقولوا يعني وجعتك، ده اقرب لك من اخوك الشقيق الساكن في حته ثانيه. اول تتعامل معه بالتعامل الحسن اللطيف من غير تباهي، يعني من الصباح يعني صباح العيد او قبل صباح العيد، فلان نادي لفلان يا فلان هوي بكره عليك الله معانا، حتى لو ضابحين نحن ضابحين يا اخواننا تجونا والله. المهم التعامل لابد ان يكون باللطف، ما يكون بالتعالي ولا ترسل الله شبع الصغير. نعم. ها اهم شيء، لانه يا اخواننا عندنا زي ما بقولوا السودانيين عارفين بليل مباشر ولا ضبيح مكاشر. صح. احنا عندنا انفه وعندنا عزه يا اخواننا صعبه شديد. ها اذا لو رسلت له شافع صغير ما بيجي مش. صح. ها انت البس توبك ذاتك يا جار وامشي، او انت يا فلان امشي نادي فلان عمك فلان يا حاج فلان كل عام وانتم بخير، عليكم الفطور معنا صلوا على النبي، ما تولعوا نار الليله انتم، خلاص ما في اشكال. وديت لهم حاجه وديها لهم، وكمان تكون خفيه ما قدام الناس شايله، ودينا ناس عمكم فلان. ده الرياء يا اخواننا، والرياء هو شرك هذه الامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرياء شرك الامه المحمديه، المراءه والظهور باعمال الخير. الشاهد انه التعامل بين الجيران لابد ان تكون فيه الموده ويكون فيه اللطف، يعني انسان انت بتعرفه من نبرته، لما يناديك بفوق الحوش يناديك بفوق الحيطه انت بتعرفه من نبرته دي، فلازم يكون في لطف، يكون في تلطف بالجار حتى خاصه لو بقى مسكين يعني. صحيح. ما يتكسر قدامك. اكيد. آه. اكيد. طيب شيخ محمد يعني والله احنا سعدنا جدا بوجودك معنا في هذا اليوم الجميل، في هذا اليوم المبارك، وما ممكن يعني نختم لقائنا معك بافضل من الدعاء. اسمع منك دعاء وكل الساده المشاهدين
عسى ربنا أن يتقبل منا ومنكم هذا الدعاء.